ماشي خليكي هيك مش نصح. اجو يا رب يا رب كملها بعدين. قال الراوي يا سادة يا كرام، والراوي هالمرة هو جدي داود حكواتي هداك الزمان. قال لي مكتوب على بلادنا تنفذ من تحدي لتفوت بتحدي، عثماني رايح فرنسي سايح ونايح، شي اسم تحت خلافة شي تحت انتداب. ويا عيني يا عيني على هالسوريين طول عمرهم دايقين العذاب. جدي اللي عاصر كل هالسنين العجاف قبل ما ينتقل بكار الحكواتي من الهواية للاحتراف، كان لسه أول طلعته شاب بيمزع العقل، شرايي بالخير، شخصية وازنة تقل والسمعة مثل الفل كانت سمعته. جدي أب داود هو وخيرة الشباب كان عندهم ألف ذكرى وذكرى، خاصة لما شاركوا بالثورة العربية الكبرى اللي قاد الشريف حسين. وبسنة 1918 دخل جدي مع قوات الأمير فيصل على الشام، وكان شاهد على نهاية الحكم العثماني اللي امتد 400 عام. طبعا طوق السوريين للتحرر ومصلحة الإنجليز اجتمعوا بنفس البوتقة كجزء من صراع القوى الاستعمارية يلي كانت طمعانة بالمنطقة. وبتاريخ 8 آذار من 1920 تم إعلان استقلال سوريا بساحة المرجة من على شرفة دار البلدية، بعد ما أرسل هاشم الأتاسي للملك حسين بمكة برقية أبلغوا فيها اختيار المؤتمر السوري لابنه فيصل ابن الحسين ملك على المملكة السورية العربية، هيك تسمت بوقتها. وب 15 آذار طالعوا قرار بيمنع تجارة السلاح. ويمكن هلأ إذا ما هيك عملنا لا رح تهدى البلد ولا ترتاح. جدي وأبناء جيله ما كملت فرحتهم يا حسرة، يعني راحت السكرة وإجت الفكرة. وخلال أقل من 5 شهور الجنرال غورو الفرنسي بيهدد بالويل والثبور، وبيطالب الأمير فيصل أنه يحل قواته ويستسلم هو ورفقاته. وكان من بينهم وزير الحربية يوسف العظمي اللي كتب اسمه بتاريخ سوريا بحروف من نور. وطبعا حكاية حرب ميسلون معروفة، يعني ما في داعي نعيد عليها المرور. ونتيجة الخسارة بهديك المعركة كانت انه يلي حكم سوريا وصار مندوب السامي لا كان حلبي ولا حمصي ولا حموي ولا ديري ولا شامي، اللي حكمه هو ما غوره، قصدي اللي حكمه هو ما غيره الجنرال غوره، صاحب الايد المقطوعة والكلمة المسموعة. سنة 1921 تعرض غورو لمحاولة اغتيال على ايد ادهم خنجر. رصاصات خنجر استقرت بعيد عن صدر غورو التورة. للأسف
استقرت بإيده الخشبية المبتورة، وبأعجوبة نفذ الجنرال من محاولة الاغتيال، وصار رأس أدهم خنجر للفرنساوية مطلوب، وكل واحد بيحميه وبيقاويه مغضوب ابن مغضوب. قام خنجر هرب من القنيطرة ولجأ للسويد، هرب من القنيطرة ولجأ للسويدة، السويدة ما السويد. وبسلطان باشا الأطرش احتمى، وبعام 1922 وبعز دين الصيفية وبغياب سلطان الأطرش اجوا الفرنساوية، اعتقلوا خنجر دخيله وضيفه وعدموه ببيروت، والأمور ببعضها بتفوت. بيكون إعدامه واحد من أسباب عديدة قامت عليها الثورة السورية الكبرى. طبعا في مصادر بتقول أنه اللي نفذ عملية الاغتيال كان أحمد مريول اللي استشهد بمعركة جبهة الخشب. كتب هيك بتقول، كتب هيك بتقول. صحيح هلأ صار في أصوات بتتحسر على أيام الحقبة الفرنساوية، خاصة بعد ما شفنا ويلات الدكتاتور والدكتاتورية، بس للأمانة وبحسب كلام جدي أبو داود شو قال لي؟ قال إذا كنت عايش بزمن سيء وقاسي والزل فيه أتقل وأوزن، فالزمن اللي قبله واللي ما عاصرته أكيد رح تشوفه أحسن، بس هذا ما بيعني أنه بالفعل كانت حقبة كويسة. بدك تشوف إذا كانوا الناس بوقتها عايشين عيشة هنية وكويسة. لهيك في ناس هلأ بتتحسر على فترة الخلافة العثمانية، وناس على الفرنساوية، وناس بدهم يرجعوا الخلافة الراشدية مدري الأموية مدري العباسية. يعني مختصر قصصنا، المهم نتحسن وخلصنا. وبديت الثورة السورية الكبرى بسنة 1925، وتم انتخاب سلطان باشا الأطرش قائد عام إله، واستمرت لسنة 27. ومن أبرز رجالاتها منتذكر إبراهيم هنانو، حسن الخراط، فوزي القاوقجي، عياش الحاج، عبد الرحمن الشهبندر، وصالح العلي، وغيرهم وغيراتهم كتير من أبناء البلد مثل جدي وجدك وستي وستك اللي مهدوا لاستقلال سوريا اللي مرق بمراحل. أولا كان مرحلة بعام 36 لما تم إبرام معاهدة الاستقلال، وبموجبة منحت سوريا الاستقلال وتم إنهاء الحكم الفرنسي الرسمي. لكن البرلمان الفرنسي رفض قبول الاتفاقية خوفا من المد الهتلري على مستعمرات الحلفاء، وكان هاشم الأتاسي وقتها أول رئيس منتخب بموجب دستور جديد بعد معاهدة الاستقلال. بس بالعام 1938 سلخت فرنسا لواء اسكندرون وصار اسمه دولة هاتاي، وبعد سنة انضمت هاي الدولة لتركيا. وعلى قد ما حس جدي أبو داود أنه انسلخ اللواء من جوات قلبه، على قد ما بالعام 1944 كان مبسوط وشاكر لربه وشعبه لأنه تم إعلان استقلال سوريا. بس مع هيك الأمم المتحدة ما اعترفت قانونيا بالجمهورية العربية السورية حتى تشرين أول عام 1945. بعدين أصبحت الدولة ذات سيادة فعلية ب 17 نيسان 1946 اللي معروف اليوم بعيد الجلاء، يعني ينعاد عليكم بالخير أيها العزيزات والأعزاء. وبتفوت هالبلد الغضة الطرية بانقلابات عسكرية، من حسني الزعيم للحناوي للشيشكلي على أتاسي على نحلاوي، وهيك حتى وصلنا لانقلاب حزب البعث سنة 1963 اللي صارت تعرف فيما بعد بثورة الثامن من آذار، هيك إن بيسموها. ايه اخواتي حتى هاي المناسبة عفشوها، قصدي يعني التاريخ اللي لطشوه تبع ذكرى أول 8 آذار تبع العشرينات، هذا التاريخ محوه. وبهذاك اليوم يا سادة يا كرام، وقت عملوا البعثية ثورتهم العرمرمية، تم إعلان قانون الطوارئ اللي استمر من 63 لعام 2011. حسبوا كم سنة. مرة سألت جدي، طيب يعني لا تكون نسيان النصر العربي اللي توج بالوحدة بين سوريا ومصر
عمالي أعوذ بالله. بس ما ليكون من الأساس هو نصر. هذا يا سادة يا كرام، بسنة 1958 قامت الجمهورية العربية المتحدة نتيجة الوحدة بين سوريا ومصر. بس ما ضلينا بالقصر غير لبعد بكرة العصر، وصار الانفصال سنة 61 بانقلاب عسكري بدمشق. وتجربة الوحدة شئنا أم أبينا كانت فاشلة، مع أنه الشعبين كانوا بيعشقوا بعض عشق، شكله عشق ممنوع. شكلا كان اسمه وحدة حال، مضمونا كانت شيء بيشبه الاحتلال. جمال عبد الناصر بأحلامه التوسعية ما قدر ينجح بهالمأمورية. بعد الانفصال دعم عبد الناصر بسوريا محاولات لاستعادة زمام الأمور، انقلابات وتحالفات ومؤامرات بدستور ومن غير دستور، بس كلها باءت بالفشل. وبأسوأ حال انتهى شهر العسل. سوريا صار اسم الجمهورية العربية السورية، أما مصر فبقيت مصر على اسم الجمهورية العربية المتحدة حتى عام 71، بعدين تسمت جمهورية مصر العربية. صراحة أخواتي، يعني لما سمعني جدي عم أحكي عن حزب البعث مدري ليش حسيته خاف وارتعب، صار يتطلع حواليه وبين عليه الإرهاق والتعب. بس يعني والله ما معقولة نحكي عن تاريخ سوريا بدون ما نفرد مساحة لحزب البعث العربي الاشتراكي. أحسن ما الشباب يفردوا لي عندهم بالزنزاني مساحة ويقلعوا لي أضافيني وأشواكي. يعني هذا الحزب اللي طعمنا حافظ الأسد بسوريا وصدام حسين بالعراق. يا ليلي يا ليلي يا عين. مهم، تأسس هذا الحزب على إيد ميشيل عفلة، وكان معه صلاح الدين البيطار وزكي الأرسوزي. وكانت أهداف الحزب هي الوحدة والحرية والاشتراكية. شو بكون؟ ليه عم ضحكوا؟ أي الحرية، الله وكيلكم. من أهداف الحرية صدقوني. حرية إيه يا رجال؟ حرية إيه الدل عادي؟ قال حرية. قال على خير. حزب البعث كان بيضم ضابط كلكم بتعرفوه، يعني من الجد للولد لولد الولد، اسمه حافظ الأسد. حافظ طحبش كل الضباط والشخصيات اللي بتشهد تهديد على طموحاته وتعبت فيهم سجونه ومعتقلاته. وحسب ما قال لي جدي أب داود، أنا ما دخلني، دخلت البلد بمرحلة معقدة من الصراع وضاعت فيها الطاسة، حتى جدي ضاع ونفسه صارت تلعي من السلطة والسياسة. فترة حكم حافظ الأسد شهدت أحداث بارزة، من حرب تشرين شي 73 اللي ربينا على تسميتها بالتحريرية، الحرب اللي شنتها مصر وسوريا على إسرائيل ردا على نكسة حزيران سنة 67. وهي النكسة يقال إن شهدت تواطؤ بين وزير الدفاع آنذاك حافظ الأسد، اللي على إثره انفتح الطريق أمامه للوصول لسدة الرئاسة، هيك الناس بتقول. المهم بهالحرب المجيدة لا استرجعنا الجولان ولا شيء، بس مع هيك بنحتفل بالانتصار. حطمنا مقولة على أساس الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، بس هالجيش من وقتها كل ما له عم يفوت على سوريا ويتبختر بيضرب مواقع فيها، بقوم النظام بيحتفظ بحق الرد لك مو مرة ولا تنتين ولا ثلاثة، يعني ما عاد فينا نعد. وبنهاية السبعينات بداية الثمانينات خاض نظام حافظ الأسد أولى حروبه الداخلية ضد الشعب المنهك التعبان، بس علق حصرا على شماعة الإخوان. يعني هلأ اعتبر أنه هي حرب ضد الجماعة، وبنفس الوقت للأمانة الجماعة كانوا عم يحفروا له، بس اللي دفع الثمن كالعادة الشعب المعتر المسكين. حملات اعتقالات واسعة وتصفيات بالآلاف داخل السجون، وانتهى صراع هذيك المرحلة بمجازر بحق الإنسانية مخجلة.
بين 35 ألف ل 40 ألف شخص دفعوا ثمن هالمهزلة. المهم يبقى الأسد للأبد. فاتت البلد بعصر الكمامة السياسية قبل بعشرات السنين من الكمامة الصحية اللي فرضتها علينا الكورونا هالأيام. يعني احنا متعودين على أكل الكمام، قصدي على الكمامات. ومن أهم الأحداث المفصلية بتاريخ سوريا الأسدية دخول الجيش السوري على لبنان وفرض سيطرة شبه مطلقة على بلد الأرز، رغم أنه النظام طول عمره بيتغنى بأنه هو صديق وبيدعم القضية الفلسطينية، إلا أنه الفلسطينيين كانوا من أكثر المتضررين من هالدخول، لأنه النظام الأسدي بلبنان حارب اللبنانية والفلسطينية على حد سواء. ومن 76 استمر وجود الجيش السوري حتى 2005، وطلع على أثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، يلي لهلأ على أساس ما عرفوا مين اغتاله. يمكن هو لحاله من قهره فقعت مرارته وانفجر لحاله. خلال 50 سنة ممتدة من العشرينات حتى السبعينات تم تداول السلطة بسوريا حوالي 28 مرة. أما بال50 سنة اللي بعدها، يعني من السبعينات حتى اليوم، تم احتكار السلطة لعائلة الأسد، حافظ وابنه بشار. وعلى دور هالعائلة ظهر مصطلح الحكم للأبد. ومات حافظ الأسد بسنة 2000 وتسلم مقاليد الحكم ابنه بشار، طبيب العيون اللي فشل انه يأسس خط مختلف عن نهج أبوه. يعني مدري هو هيك بده، مدري أقنعوه انه حل هالبلد ما بيمشي إلا بالقبضة الأمنية. لذلك طبطب كل وعوده للشعب بالدرج، قال لهم شو حرية ما حرية، على ديمقراطية على تعددية، حرية ما خرج بنوب. وانحصرت كل ثروة هالبلد على دوره بإيدين كم أخطبوط، بينما حال الشعب استمر بالهبوط. ودفع السوريين ثمن كل الأزمات اللي ورطوا فيها سيادته، من حصار اقتصادي لعقوبات بعد اغتيال الحريري، لأزمات اقتصادية بعد إطلاق يد الأتراك بالسوق السورية، لتبعات حرب العراق وحرب تموز وغيرها، هيك وصولا للانفجار السوري الكبير عام 2011 لما قامت الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد الدكتاتوري. وهيك إخواتي منكون مرقنا بسرعة على مرحلة كتير مهمة وخطيرة ومعقدة من التاريخ السوري، ممكن نسميها مرحلة النشأة. وبالمرة الجاية رح نكمل الحكاية، حكاية الثورة. استودعناكم. من البرتية دورك. ويا معلمي هاي سكتي.